رجعنا مرة تانية بعد الفاصل الإعلاني، ومازال منورني دكتور سيد الأخرس استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير والحقن المجهري. مازلنا بنتكلم عن المنشطات دكتور سيد، وعايزة أعرف الناس بقى اللي عندها الأكثر حساسية أو استجابات الناس بتختلف، طبعا يعني في ناس حد ممكن يستجيب بشكل معين وحد تاني ممكن يستجيب بشكل معين. الناس دي ازاي بنتعامل معاها بوعي وبحساب، خاصة انه في علاقة بين متابعة التبويض والموضوع ده. وفي ناس كتير تقول لك طيب انا لسه متابعة التبويض مثلا امبارح، هروح للدكتور تاني وادفع فلوس تاني واتابع بكرة، يعني اذا الدكتور مثلا قالها تعالي بكرة هنتابع تاني، بيبقى عندها مشكلة شوية في الموضوع ده او عندها عدم فهم شوية، فنتكلم شوية عن الموضوع ده. طيب، هو احنا لما بنيجي نقسم حتى المنشطات وبنقول تأثيرها على الناس، بنقول الأكثر حساسية. خلاص اتفقنا إن سيدة وحصل متابعة للتبويض ومتابعة الأبحاث والتحاليل ثبت إن هي محتاجة منشطات. بنقول إن الأكثر حساسية في السن هنا بيفرق معانا، وبرده شكل المبيضين بيفرق معانا. يعني كل ما كان السن صغير كل ما كان الاستجابة للتنشيط أعلى، وكل ما كان حساسية إن يحصل أعراض جانبية أعلى، وكل ما كان المبيضين شكلهم فيه تكيس على المبيضين، فده من الأدوية من الأمراض اللي بيبقى المبيض حساس جدا 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 للمنشطات، ولما اتخذتش بحذر وبوعي شديد جدا ممكن ندخل في مشاكل ضخمة جدا جدا جدا. مشاكل ما اتفقنا من أول البسيطة اللي إن يحصل دوخه وزغلال العين والام في الثدي واحيانا الام في العظم، لان هرمون الاستروجين بيقل وهو المسؤول عن ترسب الكالسيوم موجود في العظم، فبيتحرك الكالسيوم شويه بيسبب الم، لغايه ان ممكن يحصل متلازمه التنشيط الزايد للمبيضين، ونخش من بدايه ان المبيضين حجمهم يبقى صغير الى السسكه في البطن الى السسكه في الرئه الى حتى مشاكل في جلطات ممكن تحصل في الجسم. تمام. طب احنا معانا تليفونات، معانا ليلى ومين؟ الو. الو، ايوه يا ليلى. ايوه، وعليكم السلام. عليكم السلام، ممكن اتكلم بالدكتور؟ طبعا اتفضلي، سامعينك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. ايوه، انا بنت متجوزه بقالها سنه. ايوه، مع حضرتك انا. منشطات. وما حصلش حمل قبل كده. طب عندها كام سنه؟ وبعدين ايوه عند 24 سنه. كملي حاجه وبعدين اقاطع مع حضرتك، اتفضلي. معاها عند 24 سنه بتاخد منشطات، والبويضه بتبقى في الرحم ولا بتلقاها. طيب الدوره بتاعتها مظبوطه؟ وبتعمل وشها يوم التبويض وتلاقي المبيضه ولا بتلقاها. يعني حجم البويضه بيبقى طبيعي يا حاجه؟ نوبة 22 مللي. ايوه، والنوبة ده هي 26 مللي. برافو عليك ما شاء الله. طيب والزوج التحاليل بتاعته كويسة؟ تحليله حلو، ده 70 مليون. 70 مليون. انت منين يا حاجة؟ انت منين يا حاجة ليلى؟ انا من الغربية. اهلا وسهلا. طب عملت أشعة بالصبغة؟ عملت. ايوه. الانابيب كويسه؟ الانابيب سالته حلو. مفيش مشاكل خالص ظهرت في الحوض ولا التهابات ولا حاجه؟ طب حاجه، ما فيش حاجه خالص. هجاوب على حضرتك يا حاجه ليلى حالا دلوقتي. طيب اتفضل. الو الو الو. ايوه، مين؟ مين؟ نوره. مروه. ايوه، اهلا يا مروه. اهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحت، انا كنت حامل مرتين قبل كده، واجه ولد ولاده مبكره في نص الثامن، العيل بيقعد اسبوعين في الحضانه وبعدين يتوفى. يعني أيوة. الرحم ما بيجيليش طلق ولا اي حاجه، والرحم الاقيه مفتوح كامل. طب الميه بتسبق البيبي الاول؟ لا، ما فيش ولا ميه تنزل عليا ولا اي حاجه. طلق على طول وتخش في ولاده؟ اخر مره ديت ما كانش فيه طلق خالص. امال ايه اللي بيحصل؟ كنت رايحه اكشف عادي عند الدكتوره، ولا بحسن مغص عادي، قالت لي ده الرحم مفتوح. رحت لكذا دكتور، كل ما اروح لدكتور تاني يقول لي الرحم بيتفتح اكتر. فالمره دي انا حامل في الشهر السابع، الاسبوع 31. ايوه. فعملت عمليه ربط، خايفه اقول للدكتور ان انا اخد حقن الرئه عشان لو حصل مشكله تاني
عارفه ممكن يحصل ولاده مبكره تاني. طيب حضرتك الرابط عملتيه عند قد ايه من الاسابيع؟ في الاسبوع، في اخر الاسبوع الثالث بالظبط. اخر الاسبوع الثالث. ونمو انا عاوز اسمع نمو البيبي في الفترتين الاولانيين كانوا كويسين؟ حجمه كان كويس؟ لا بيبقى ضعيف، حجمه كان ضعيف. كان بينزل قد ايه؟ كان لربع كيلو ونص. 1.25 كيلو. اخر 2 كيلو. اخر مره الطفل حصل له نزيف، حصل له نزيف؟ نزيف رئوي. نزيف رئوي. قعد قد ايه في الحضانه؟ بعده اسبوعين. اسبوعين. قال لك ان هو مات بسبب ايه؟ الاولاني البنت الاولانيه قالت لي، قال لي ده قلبه وقف فجاه، توقف يعني الدوره هو احنا الدمويه. مودينه الحضانه، قال له انتوا جايبين جثه، انتوا فقعدوا دخلتوه يفحص الحضانه؟ قلبه وحاجات كده وبلازما وكده. تاني طيب. مره كانت بنزيف، قعد يومين كانت نزيف رئوي. ايوه. فالمرات دي الدكتور بيقول لي ان الميه كويسه على البيبي وكده، مش محتاجه، مش محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اخد حقن الرئه لتكملة الرئة. لا ولا طبعا محتاجه تاخدي، لانك انت على الاقل على الاقل انت شفت تجربتين سيئتين عدوا عليكي. أنا يعني حاطة في دماغي إن الشهر الثامن ده خلاص، لأن ممكن يحصل ولادة وكده. لا ناخد طبعا في الشهر الثامن ناخد حقن لتساعد على انهانسمنت اللي يحصل للرئه نضج بدري، يعني حتى تقينا شر ان احنا ننزل لاطفال مبكره ولاده مبكره يعني، ونخش في المتاهات اللي ممكن نحدث فيها تاني، لان انا طبعا في هاخدها علاقه امتى مباشره، بالظبط؟ في علاقه مباشره ما بين وفاه الاطفال الحديث الولاده وحجمهم او حتى ولادتهم بدري يعني. يعني هي تاخد حقن. طبعا طبعا. طيب فاطمه، الو. ولكن برضو احنا عاوز ابقى ارجع للسؤال ده ايوه تاني في اوكي الاخر. هنرجع له. عليكم السلام يا فاطمه، اتفضلي. انا ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي 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 معاك، اتفضلي مدام ايوه فاطمة. دكتور، انا حامل ودلوقتي في الشهر التاسع، ايوه. بس بيجيلي طلق مفيش ولادة. طب حضرتك حامل في الشهر التاسع اوله ونصه واخره؟ انا اقول يعني اخر دورة كانت امتى؟ يا ريت لو سمحت. كانت 20/3. 20/3. فان شاء الله المفروض ان انت تولدي كام؟ الدكتورة محددالي يوم 27. 27/12 اللي هو عدى. هو عدى بس، وكمان بحس بتكسير جامد في رجلي، لان انا عندي ضعف في الشرايين. عليك ضعف الشرايين. ضغط كويس؟ تعبانه قوي يا دكتور، مش عارفه لا انام صوته ولا اي تعبان حاجه. اصلا. ضغط كويس وسكرك كويس؟ ايوه الانيميا معقوله يعني؟ ما فيش انيميا عندنا ولا هي بتعرفيش؟ كانت 10:30. حلوه كويس. طيب دلوقتي احنا انت خلاص تايم دلوقتي يعني، ده الوقت بتاعك للولاده. المفروض اللي بتروحي لطبيبك المتخصص اللي متابع معاه او طبيبتك، والمفروض ان يعني احنا دايما بنقول ان ممكن في فرصه ان يحصل اسبوع كمان، وبعض الاحيان اسبوعين ما بعد التاريخ اللي احنا متعارف عليه وقايلينه، ولكن بشروط نقول قاسيه جدا عشان ما نخسرش جنين، لان طول ما الجنين داخل الرحم هو في منطقه لا يعلمها الا الله، فدايما الامن ان احنا ننزله يبقى قصاد عينينا، ولكن ننزله برضو بعد ما نطمن ان هو وصل لنضجه، وطالما وصل لنضج الرئه واكتمل نموه ليس هناك داعي ان هو يستمر لغايه ما نخش لا قدر الله في مشكله اخرى او حاجه، نقول للمشيمة اصل حصل لها انفصال، اصل انسدت، اصل. طالما وصلنا وعدى 27 والنهارده 30 في الشهر، فالمفروض ان انت تروحي لطبيبتك وتشوف بقى الطلق اللي بدأ يجي لك ده ما يطلق عليه التفاسيح الولاده. وكلمه تفاسيح اللي هي الكلمه العامه ليها مدلول معناها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لك عليه الصلاه والسلام افسحوا في المساجد او في المجالس يفسح الله لكم، افسحوا يعني وسعوا، وبالتالي البيبي الطلق ده كانه بيوسع عنق الرحم عشان البيبي لما ينزل يلاقي واسعه، ما يتخنق، ما يبقى يعني اقصد عنق الرحم يفتح فيبقى سهل جدا لنزوله ما يعوقش الولاده. مش في حاجات طلق صناعي وحاجات كده ولا دي ما يطلق عليه طبعا الطلق الصناعي، ان هي تبدا بتخش مفروض باللبوس بطلق وتخش حاجات في تساعد الولادة. يعني طبعا المفروض تساعد يعني طبعا. ما ان تتسابش شاء الله كده تقوم بالسلامه يا رب ان شاء الله وربنا يسهل نبقى نطمن عليها. يا رب. سمر، سمر، الو سمر. طيب الخط قطع. ليلى بنتها متجوزه بقى لها سنه وبتاخد منشطات. طبعا هو سنه، واتفقنا ان احنا سنه في مرور زواج يزعج الاهالي رغم ان هو ما يزعجش الاطباء. يعني يزعج الاهالي ان احنا عارفين الاهالي اول ما يعدي شهر 2 3 4 بيحصل مقارنات
ما بين اللي حواليها لمين اللي كان معاها وحمل. والناس ما بتستخدمش انا بقى لغة العقل ده، العاطفة، مش معنى بنتي، مش معنى مرات ابني، هتتأخر، ده خدت منشطات. امال ناخد ايه تاني؟ امال نعمل ايه؟ نخش في تلقيح صناعي، نخش في حقن مجهري؟ المواضيع بتبقى سريعة وبسرعة وبسرعة، وبيقابلني حتى طبيبات بتبقى متزوجات حديثا، وبرغم كده برضو عندهم العجلة. يعني اقصد بمعنى ايه؟ ان الانسان هو الانسان حتى لو مليان علم وثقافة، اول ما بتيجي الدور الطبيعة عليه البشرية بقى. الطبيعة البشرية، بتغلبه الطبيعة البشرية، فيبدأ يدور زي ما اي حد بيدور. لو حضرتك واحنا قلت لي قبل كده انه المرضى الأطباء أسوأ أنواع أسوأ المرضى. انواع المرضى طبعا. لما بنتفق هنا مرور سنة وخدنا منشطات، هل خدنا منشطات وشفنا ان البويضة احنا كده كده على فكرة احنا بنتابع التبويض، احنا ما بنشوفش البويضات. يقول لك احنا ايه البويضة كذا في كذا، احنا ما بنشوفش البويضات، احنا بنشوف جراب البويضة، يعني المية اللي حوالين البويضة اللي بتتغذى فيها. لكن البويضة دي عاملة زي ايه؟ عارفة المحارة اللي فيها اللؤلؤ اللي حواليها دي كأنها المحارة، ولما البويضة تبقى جوه زي اللؤلؤة كده. حتى في الحقن المجهري لما بنيجي نسحب البويضة بنسحبها، نسحب المية دي كلها وبعدين ندور على البويضة فيها، كأنك بتدور على لؤلؤة داخل البويضة، داخل الكيس في جراب المية ده. لما بنتابع هنا بنقول ايه عدد، هي بتقول الست كانت جميلة جدا وبتقول ايه ان حجم البويضة او حجم الكيس المية ده كان 22 مللي. طالما عدى 14 مللي اللي غالب بيبقى فيه نضج في البويضة، او من 14 ل 24 دايما نقول كده في المجمل، وفي الغالب نقول عدت ال 18 مللي. عدى سنة، تابعنا كويس، تابعنا تبويض كويس، هل البويضة بتنفجر ولا لا؟ هل عدد الحيوانات المنوية كويس؟ هل عملنا أشعة بالصبغة والأنبوبتين كويس زي ما الناس بتشاور لي دلوقتي كده، الأنبوبتين كويس؟ طيب عدى المرحلة دي كلها، انتظار ونهدى شوية لمدة شهرين. ليه؟ لأن الاستريس فاكتور، يعني ممكن المريضة اللي بتدور بانفعال، تعرفي حضرتك إن من نفسها ممكن تأجل تبويضها بانفعالاتها، طبعا ممكن يحصل انقباض مؤقت في الأنابيب بانفعالاتها. فنقول نهدى شوية ونشوف، نسيب شهرين، لو ما كانش كده نبدأ إعادة للتقييم من موقف من جديد، وبعد كده نبدأ نشوف إيه رحلة البحث من جديد عن الحمل طيب بشكل مختلف. هنجاوب على بقية التليفونات اللي احنا استقبلناها، بس هناخد هبة الأول. ألو؟ ألو؟ أيوة يا هبة. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. بس أنا بتكلم دلوقتي من مستشفى الشبراويشي. أيوة. أنا ابني دلوقتي، هما دلوقتي بيقولوا لي إن هما خلاص عجزوا، مفيش رعاية هنا أكتر من كده لحالته. أنا عمالة ألف على مستشفيات، عايزة مستشفى أدخله فيها دلوقتي عليها مركزة أطفال. أنا مش عارفة أوديه فين. ماله ماله ابنك هو إيه؟ ابن ماله حضرتك. في إيه؟ كان عامل عملية ابسس في الزور، وبعدين حالته اتدهورت من بعد العمليه، فانا مش عارفه اوديه فين دلوقتي. يعني المستشفى ما فيهاش رعايه مركزه اطفال؟ لا ما فيهاش عليه مركزه اطفال. امال عملوها ليه؟ عملوها ليه هما مش هو عمل مستعدين؟ العمليه في المستشفى دي اصلا؟ ايوه في المستشفى. طب امال هما مش مجهزين؟ ما فيش تجهيزات؟ ليه اتعملت في ما عنديش فكره. انا دلوقتي عايزه مستشفى اودي فيها ابني دلوقتي. طيب حضرتك ممكن طب بعد لا بعد لا الفصل ده يا هبه او يا ترجع هبه للكنترول، وانا ان بصي شاء الله ارجعي للكنترول وهنكلمك بعد انا هحاول الحلقه. اساعد حضرتك انا بعد الحلقه دكتور وان شاء سيد الله. هي... ايا كانت حاضر والله هنكلمك بعد الحلقه دكتور سيد، ان شاء الله هيتصل بيكي بنفسه بعد الحلقه. اتفضلي. طيب يا دكتور، تعليق عن اللي بيحصل ده، يعني هو دلوقتي ابنها اتعمل العمليه في المستشفى والمستشفى اصلا مش مجهز، طب بيعملوها ليه؟ انا عايزه افهم ليه بص الخاطر بحياه ده اطفال ولادنا يعني. بص حضرتك، هو احنا دايما، انا مش عايز اتكلم على مستشفى بان بعينها او حاجه، على ده أي مش دوري، مستشفى على هذا انا بتكلم على الشكل اساس ده؟ ان احنا بنتكلم على ان بيحصل في البلد ومؤامرات خارجيه وامريكا واسرائيل و و واحنا اصلا مش رحماء ببعض، ده احنا متآمرين على بعض، يعني اقصد مش بنحس ببعض، يعني بمعنى ان لازم اقف واحس ان ده ابني قبل ما يتورط في عمليه، او دي مراتي او دي او دي، هل المكان مستعد يقوم بدوره؟ هل ان انا اقدر اقوم لغايه الاخر، ولا ان يحصل توريطه لا قدر الله وفي الاخر خالص الاقي ان المشكله كان جاي حد عايش بالمشكله دي عشان انقذه من الحاله فموته. يعني المفروض حتى، يعني مش عاوزين نزايد في ده، ولكن المفروض ان احنا نبقى عندنا مسؤوليه لما نكون في وضع مسؤوليه وبناخد قرار لمرضى هم جم امانه في ايدينا. هل احنا مؤهلين ومكاننا مؤهل للتعامل مع مثل هذه الاحداث؟
ولا نبقى بالوعي وبالصدق نقول لها روحي مستشفى اخر في امكانيات مستشفى متخصص في اطفال وفي رعايه مركزه، لان وارد قوي لمشكله ما بعد المشكله ما ممكن ما يكونش في اجراء العمليه، ممكن تكون المشكله ما بعد العمليه في المتابعه وهل المكان مؤهل لكده ولا لا. وبعدين يا دكتور سيد، ده حاجه غريبه جدا، الولد داخل ماشي على رجليه، يعني داخل ماشي على رجليه وداخل عشان يعمل عمليه عشان يبقى افضل ويبقى تبقى صحته احسن، ما انا بقول نقوم يعني نطهر ربنا الحاله. يعني يحفظنا جميعا، ولكن المفروض ان يبقى في بعض الاجراءات المفروض بنتخذها الاول الاحتياطي لصالح المريض قبل صالح المكان، بالظبط لصالح مريض ده انسان يعني، ولو لا قدر الله حصل حاجه ممكن يعمل دمار لاسره، ممكن يكون الوحيد، وممكن يعمل دمار لاسره بالكامل نفسي ومادي وكل حاجه. بالظبط. فرجاء يعني يعني بما ان احنا برنامج طبي يا دكتور سيد للاسف وبما ان ده توجهنا، فاحنا بنناشد بقى وزاره الصحه ان هي تاخد بالها شويه من المستشفيات اللي مثل هذه المستشفيات يعني. طيب اتفضل. نرجع لكلامنا مره تانية، وكانت مروه هي دايما بيجي لها ولاده مبكره في الشهر الثامن، البيبي بينزل واحنا متوفي. اتفقنا تكرار ولاده مبكره لاسباب، يا اما ممكن تكون بحجم الرحم نفسه ان هو صغير فما بيتمددش بالولاده، ولكن بيتمدد قصدي بتكرار الحمل، فكانه بيتمدد كانها عضله بتتمدد، لان الرحم عباره عن نسيج عضلي وبينقبض وبينبسط وبيزيد من اول كف الايد اللي هو كان قد ممكن وهو غير حامل لغايه لما يوصل الى كل تجويف البطن وبيحصل انقباض تاني، بالوقت ممكن يزيد. ممكن الولاده احيانا الولاده مبكره بتبقى كانها متكرره، فاحنا بنتكلم هنا نقول ايه، بناخد هنا الجانب الحذر لصالح البيبي، بنقول بنتابع الحمل الى ان نصل الى نضج البيبي في وزنه، ونصل ان احنا بنعرف عن طريق السونار التنفس بتاع اخباره ايه، واقربها للولاده نولد، بمعنى لو كان الرحم بيئه صالحه نقدر ناخر الولاده بطلق بحاجه تمنع الطلق، لو كان في ولاده مبكره طلق نوقف الطلق، لو كان هي بتقول هنا عنق الرحم بيفتح ربطته، وتاخد حاجه لنمو للرئه، يعني متعارف عليه يعني دلوقتي ان حاجه تساعد على ان الرئه تستجيب بسرعه لما البيبي ينزل ياخد الاكسجين الهواء ويتنفس بيه، بغير ان هو البيبيهات التانيه لما تكون الرئه هايبوبلاستيك او مش قليله او ما مكتمل نضجتش ما يعرفش يتفاعل مع الاكسجين، ما يعرفش ياخد نفس اضطر يتحط لوحده، في حضانه بقى. فبيضطر زي ما انت ساعات تساعدي بيبي انه مش عارف يرضع فتغذيه بانبوبه حنجرية، بتساعد بيبي بانبوبه معويه او معديه، بتساعد بيبي تدخلي له انبوبه حنجريه وتدخلي له اكسجين تحت ضغط تنفس معين صناعي يعني. او تنفس صناعي. تمام. طيب احنا عندنا فاصل اعلاني بقى، هنروح للفاصل الاعلاني بتاعنا ونرجع نكمل كلامنا، استنونا. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل الاعلاني، وما زال منورني ضيفي دكتور سيد الاخرس استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير والحقن المجاري. دكتور سيد، اكثر الحالات اللي بنشوف فيها المرضى بياخدوا تبويض في حالات الحقن المجهري او الوسائل المساعده للانجاب. طبعا. طيب ده ليه قانون ولا لا؟ وهل برضو دايما بنشوف لما بيتاخد منشطات كتير منتوج البويضات بيبقى زياده قوي، او يعني بتتاخد بقى كل الكميه دي ولا بنختار على اي اساس؟ طيب احنا اثناء الحقن المجهري بندي مثلا، لو احنا قلنا الحاله اللي خلاص وصلت الى كل مراحل العلاج وتوقف معاها من تنشيط للتبويض الى متابعه التبويض الى فرصه علاج الزوجين، اللي ممكن الزوج اللي عنده مشكله عدد حيوانات منويه اقل، انه ما بينتجش حيوانات منويه موجوده داخل الخصيه فقط، ان هي عدد البويضات اقل من الطبيعي، ان سنها اصلا كبير وما فيش فرصه لان احنا نضيع وقت ونبحث ندي ادويه ولا ندي نعمل منظار عشان عندها تكيسات، ولا فنلاقي ممكن عدد سنها بيكبر وفرص التبويض بتقل وبالتالي فرصتها ان الحمل تقل، قررنا ان احنا هنعمل ندي تنشيط للتبويض، وفعلا كل المراكز بتعتمد على ان نشط البويضات، بننشط البويضات بمعنى ايه؟ احنا اتفقنا برضو تاني كل شهر كأن بوابه وهميه بتتفتح بيطلع عدد معين من البويضات، البويضات بيسبقها بويضه وفي الغالب الباقي كله بينتهي، احنا لما بناخد الدوره دي وبننشطها بشكل او باخر عن طريق كذا بروتوكول ممكن من تاني يوم الدوره او من قبل الدوره، المهم بنصل ان احنا بنحفز المبيض انه يستجيب لعدد البويضات دي.
لما تطلع البويضات دي بتتحط تحت مونيتور معين، واحنا عارفين وبقول للناس ان في حاجتين هنا، السن ليه عامل، لان كل ما كان السن صغير كل ما كان استجابته للتنشيط اعلى، والناس اللي عندهم تكيسات على المبيضين برضو بيتعاملوا بحذر لان تنشيطهم للتبويض اعلى، فبناخد ادويه وتحت مونيتور معين ونعمل تحاليل للهرمونات وممكن متكرر عشان ما يسبقناش هنا متلازمه تنشيط المبيض الزايد وندخلها في متاهه للمريضه. بعد ما بنصل بناخد هنا بنسحب البويضات. طيب انا عايز اتوقف عند صاحب البويضات، بس احنا معانا استاذ جبار. الو الو الو، خط قطع. طيب نكمل كلام. نسحب البويضات. اسمه حلو جبار ده، كنت عايز اسمع اللي عبد الحليم غنى له ده. ايوه فعلا. سحبنا البويضات وبندور على البويضات اللي فيها كفاءه، وبعد كده بنلحق بنحقنها بالحيوانات المنويه عن طريق في المعمل، عن طريق اجهزه معينه، ولغايه ما يوصل الى الاجنه. بعد كده بنبدا نزرع الاجنه. كان سؤال حضرتك، هل احنا بنحقن كل الاجنه؟ ولا بنحقن عدد معين او كده؟ في قوانين بتحد الموضوع، يقول لك ايه؟ هنا لما يكون مثلا سحبنا 8 بويضات مثلا يعني فيما فوق، وتحولوا الى اجنه، انقسموا وتحولوا الى اجنه، والاجنه كلهم في حاله جيده مرحله متقدمه، هنرجع الاجنه؟ ما بنرجعش الاجنه كلها. بره في انجلترا ما بيرجعوش اكتر من 2 قانونا يعني، ولا هو قانونا. وممكن من يعني حتى في امريكا الشماليه وفي مصر ممكن يصل الى الاجنه نرجعها الى 4. ليه؟ عشان ندي فرصه ان يحصل حمل، لان ممكن الاجنه اللي رجعناها دي مش كلها تستجيب، يعني ممكن كلها تستجيب، وممكن كلها تستجيب. يعني ممكن نرجع جنين واحد فقط ويستجيب، بطانه الرحم المجهزه ينغمس فيها الجنين ويكمل الحمل. ممكن نزرع 2 ويحصل ان هم يستجيبوا، وممكن تكون فرص الحمل 50%، فممكن الجنين يفقد والجنين التاني يكمل. وعلى هذا الاساس، عشان الناس دي بتبقى تحت ضغط نفسي وصرفت كتير، واحنا عاوزين فرصه النجاح تبقى اعلى، فممكن نزرع 4. بس طيب، هتبقى ما فيهاش مش مشكله ان كلهم لو الاربعه اكتملوا اكتملوا بنسحب، ممكن نسحب منهم 2 قبل الشهر الثالث، بنسحب 2 بطرق معينه، ممكن نسحب 2. هل لا قدر الله في فرصه للاجهاض؟ ممكن تصل من 5% الى 15% ان ممكن يحصل اجهاض ان احنا بنسحب، ولكن احنا بالغالب عاوزين نزود فرص الحمل عند الناس دي. خلاص، لكن ما ينفعش ان احنا نسمح واحده تقول لك طب سيب لي 3 او سيب لي 4 ونقول انها تمضي على كونسنت انها عاوزه تسيب، لان احنا اتفقنا زي ما بنسمع كده بتبقى في مشاكل مع التوائم من اول ولاده مبكره لحد يمكن قطع الفاصل. وانا بكلم حضرتك بقول لك ان ممكن فرص ان يحصل مشكله في جنين واحد حمل فيه الام عن طريق حمل طبيعي حتى، ويحصل شلل دماغي او شلل رباعي موجوده، ممكن تزيد لما يكون الجنين 3 اجنه مع بعضهم او 4، ممكن تصل الى 40 مره. تخيلي 40 مره فرصه ان يحصل في مشكله في الجنين ده. فقد ايه انك انت لازم يبقى عندك الوعي وقرار ومسؤوليه انك انت بتاخدي القرار، والمريض جاي بيبقى مسلم ليكي، والمريض عاوز يفهم وعاوز يقتنع وعايز يصدق ونفسه ان ياخد بايده وما يورطوش. بالظبط، ده شيء مهم جدا جدا. ده شيء مهم جدا. انت عارف حضرتك المرضى اللي بيتاخروا في الحمل هم في حاله نفسيه غير طبيعيه ومضغوط. بقول لحضرتك والله ان المريضه احيانا تقعد بكاء هستيري لا توقف. طب يعني ايه؟ طب عاوزه، طب حضرتك انت حاسس بيا؟ طب اعذرني والنبي اعذرني، اصل انا غصب عني، اصل عليها ضغط نفسي غير عادي. عندي مثلا مريض يعني يمكن كاد انه بيبكي لانه متجوز 4، والله أربعة؟ والله والله هذا الاسبوع متجوز 4 ومطلق 1، وهو بيدور بيقول لي انا متجوز بقالي 34 سنه ببحث عن طفل، وهو داخل باخر واحده معاه، فبيكلمني يعني خلاص
فهي عماله تقول له طب اهدى، انا قلت لها هو هيهدى لما يطلع كل الهم اللي جواه ده، عاوز طبيبه يسمعه، فبيطلع بانفعال غير طبيعي، ان انا مش عارف اعمل ايه، وانا نفسي اشوف حد قبل ما اموت، وانا طب مش هو عارف اعمل تحاليله ايه. يعني كويس؟ تحاليله كويسه، تحاليله كويسه، اي نعم بتقل وبتزيد، وهو طبعا عشان سنه كبر فبتقل، ولكن عنده فرصه ان شاء الله الحمد لله. يعني ايه بالصدفه ان حتى المراه اللي اتجوزها الاخيره هي كانت مخلفه قبل كده، وبعدين المره دي عندها انسداد في الانابيب. يعني اقصد القدر احنا بنمشي فيه، ولازم نبقى متصالحين مع قدرنا، بس بناخد باسباب النجاح. طبعا زي ما بنقول مش كل امراه عدت ال 40 سنه هي اتحكم عليها بان مش هتحمل، ولكن عندنا معايير عشان نقول بجد ان ده مش وهم، لان حتى الست اللي بتبقى سنها كبير بتخش بتلهس نفسها، هتقول لها ارمي نفسك في البحر عشان تعملها، هتعمل. فلازم يكون بنتناولها بشيء من الصدق، وعلى هينفع معاها ولا لا، هل المخزون الاستراتيجي للبويضات الداخليه هل يكفيها ولا لا، هل الست دي في فرصه، طب ولو ما فيش فرصه تتعامل معاها ازاي؟ يعني حتى لو ما فيش فرصه، ما فيش ان ينفع ان مريض جاي لك وهو امل جدا وجاي لطبيب وبيحبه، ما هو طالما جاي لطبيب يعني اكيد توسم في حاجه، خير يعني، فازاي يخرج من عنده وهو كارهه نتيجه تعامل بشكل معين، او نتيجه عدم اهتمام، او يقفل التحاليلها ويقول لها ما ينفعش انت جايه لي متاخره، روحي البيت مش هينفع كده ولا كده، فيقتل فيها حاجه ممكن يدخلها في متاهه نفسيه تاني، او غير ان طلاق وغير وغير وغير. في نفس الموقف برضو في مرضى، عاوز اقول لك من الضغط النفسي ساعات بيخبوا سنهم على الدكتور، بيخبوا سنهم الحقيقي على الدكتور. يعني ممكن تيجي تقول لي 43 سنة أو 42 سنة ويبقى مكتوب كده في الورقة، وبعدين نجي أبص ألاقي مثلا إيه، تيجي بيني وبينها تقول لي 47 سنة، أو ممكن تقول في تاريخ الميلاد لي لا يتوافق مع، يعني قد إيه الضغط النفسي ساعات على المريضة بيخليها ممكن حتى عاوزة تكذب على دكتورها، لحسن لو عرف سنها الحقيقي مش هيساعدها. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول دايما بنستند على ايه، على قواعد علميه بتقول لنا. طيب كلما زاد السن اي نعم ليه تاثير مباشر على المخزون الاستراتيجي للمبيضين وعلى انتاج البويضات، وكلما كان الحمل بدري بيخلي المبيض دي، تخيلي ان المبيض ممكن يفضل يشتغل لسن اعلى شويه من السن اللي بيكون، يعني لو جبنا اتنين واحده اتجوزت بدري واحده اتجوزت متاخر والاثنين سنهم واحد، اللي اتجوزت بدري وخلفت المبيض ده ممكن يفضل يشتغل ويعدي لسن الخمسين، وتفضل تخلف حتى ممكن تعدي الخمسة واربعين وستة واربعين وسبعة واربعين وتصل لخمسين وممكن تحمل. واللي ما واللي اصلا اتأخرت في الجواز او اخرت نفسها برضاها نفسها ممكن المبيض يتعطل بدري، زي دايما بنقول ايه، العضو الذي لا يعمل يضمر، ودايما المبيض اللي بيتنشط هو بيشغل نفسه بنفسه، كان فيه اوتوماتيزم او دفع ذاتي ان هو يتحرك ويشتغل. احنا حلقتنا خلصت يا دكتور سيد للاسف، وان شاء الله نستكمل الحوار عن الموضوع ده في حلقات جايه باذن الله، الله، ونسمع شكاوى اكتر من الناس ونحاول نرد عليها. انا بشكرك يا دكتور سيد على تشريفك لينا. شكرا لضيفي العزيز دكتور سيد الاخر استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير والحقن المجهري. خلصت حلقتنا، كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. هتوحشوني جدا لحد الحلقه الجايه، سلام عليكم. هذا البرنامج برعايه